عروضات ام جي خلال شهر رمضان المبارك بتطير العقل. سنتين صيانه بلاش او 30 او 40 الف كيلومتر. السيرفيسز اللي هي بريميوم نروح لعندكم على البيت نظبط السيارات نرجع نرد لكم اياها. ما تنسوا الكفاله اللي هي 6 سنين مع ام جي خلال شهر رمضان المبارك. العروضات بتطير العقل. على مدى يومين أتاحت شركة نيسان السعودية لمجموعة من الإعلاميين فرصة اختبار قيادة سياراتها الجديدة، وذلك من خلال الفعالية التي نظمتها الشركة بين مدينتي جدة والطائف للتعرف عن قرب على إمكانيات ومزايا الجيل الجديد من سيارات نيسان الكروس أوفر، ولتسليط الضوء على ما تتمتع به من تقنيات متقدمة وفخامة وأمان، بالإضافة إلى الراحة ومتعة القيادة على الطرق. كان اختبار القيادة بمثابة تجربة فريدة وتحدي حقيقي لإمكانيات وقدرات سيارات نيسان النموذجية مثل كيكس وإكستريل وباث فايندر. فعلى مدى يومين من الاختبارات والقيادة بالطرق الإسفلتية والمناطق الجبلية والطرق الوعرة، أثبتت قوتها وصلابتها وقدرتها على الأداء الممتاز والتنقل بسهولة ويسر في كل الأجواء والظروف، إلى جانب الاستمتاع بتجربة فريدة من القيادة وسط إحساس بالفخامة والراحة والأمان. واستطاع المشاركون المتخصصون في مجال السيارات خلال الرحلة القيام بتجربة حية لسيارات نيسان وإمكانياتها الفريدة التي تجسد مدى قوة وإبداع نيسان الرائدة في صناعة السيارات. وأثناء تجربة الإعلاميين لسيارة نيسان كيكس التي تعتبر واحدة من أول طرازات نيسان التي تجسد رؤية نيسان للتنقل الذكي، عاش الإعلاميون تجربة متميزة، وذلك لملائمة السيارة مع ظروف القيادة المختلفة، خاصة أنها تجمع بين الهيكل الخارجي المتين ومقعد السائق المرتفع مع أبعاد صغيرة تضمن سلاسة كبيرة في الأداء وقدرة أفضل على المناورة. كما يتمتع الهيكل الخارجي بتصميم ديناميكي هوائي متطور يساهم في ترشيد استهلاك الوقود ويقلل من الضوضاء. أعزائي المتابعين، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات.